نعم. أحسن الله إليكم، هل السلفية حزب من الأحزاب وهل يجوز الانتساب السلفية هي الأصل يا أخي، ما هي بحزب من الأحزاب، هي الأصل، هي الأصل، وما خالفها فهو باطل. نعم قد يسمون حزبا لأن الله قال أولئك حزب الله، نقول نعم هي حزب لكنها حزب الله، وما خالفها فهو حزب الشيطان كما ذكر الله أولئك حزب الشيطان. نعم نعم. أما أن تقول السلفية حزب وتسكت، لا، تقول السلفية حزب الله لأن الله سماهم حزب الله. نعم.